السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنقدم لكم واحد ملاقية سهلة وبسيطة دغيا كطلع، فانتبهوا هنا معايا مزيان. أول حاجة هنا غادي نبداو نكونوا في الغرازي ديالنا. هاد الملاقية هادي يعني ممكن نخدموها غادي نخدمها أنا بالطرسان، وفي فيديوهات أخرى غنوضع لكم نفس هاد الملاقية هادي وغنحاول نخدمها بالطرس باش تشوفوا الفرق ما بين هاد الملاقية، يعني تشوفوا الفرق ما بين الفرق في التزيين ديال نفس العمل. هنا وضعت 7 الغرزات، فغنبدا هنا نخدم. اول حاجة نخدم الغرزة الاولى ديالي، هنا الغرزة الاولى نخلي هاد الغرزة وغنخدم في هاد الثانية. انا هنا بغيت هاد العين هادي نبقى خدامة بيها، فغنجي لهاد الغرزة اللي حداها غنخدمها. واحد، اثنان، خدم كذلك هاد الغرزة، وغنخلي هاد العوينة هادي، خلي هادي وغنجي لهنا لهاد العين هادي اللي عندي في الراس ديال، وغنضرب مباشرة هنا في التوب. فنرجع نعمر هاد الفراغ، نعمرو هنا بجوج الغرزات باش نعوضو. واحد، تاوه معايا هنايا مزيان. اثنان، دائما فاش تنخليو عين فاش تنخليو غرزة تنرجعو نعمرو بجوج. فهنا وضعت اثنان، وضع هنا الثالثة. هنا انا نعمر هاد الفراغات كاملين. هنا عندي 4، هنا 5، هنا 6، وهنا 7. هذه هي الغرزة 7. نضربه هنا مباشرة في التوب. هاد ملاقية سهلة بسيطة دغيا، يعني هنا نخدم عادي. انا نرجع نعمر كذلك، نرجع نعمر هاد الفراغات، نبقى هنا غادة خدامة. واحد، اثنان، المهم هو نحافظوا على العدد، يعني عندي 7 خصني نحافظ عليها. هذا 3، هذه هي 4، 5، 6، 7. من بعد ما وصلت العدد 7 نضرب هنايا في التوب، ونرجع نخدم هاد الغرزة الاولى ديالي كما درنا في نفس الطريقة اللي درناها في المرة الاولى باش عطاتنا هاد العين هادي. نديروها هنا، خدمنا الغرزة الاولى، نخلي هادي وغنضرب هنا، نخلي عوينة ونضرب في العوينة اللي حداها. غنجي هنا نخدم واحد، اثنان، ونخلي هاد العوينة هادي اللي عندي هنا، وغنجي لهاد العوينة اللي عندي في الراس اللي هي النهاية. فغنضرب هنايا في التوب، الخيط ها هو غادي يرجع هاد الاتجاه. انا نعمر عادي، راندة عادية. واحد، اثنان، كما قلت لكم دائما هذيك العوينة الكبيرة تنعمروها بجوج غرزات. فهنا هذه الغرزة الثالثة، هنا الرابعة، الخامسة. نجيو لهنا وغنخدمو الخامسة، طبيعة الحال غنضيفو غرزة أخرى اللي هي السادسة باش نحافظو على العدد. هنا 7، هذه الغرزة 7، ونضربو هنا مباشرة في التوب، ونرجع نعمر هنايا عادي جدا كما قلت لكم. مره غادي نخدمو عادي، مره غادي نعمرو. هنا غنعمر عادي، غنبقى غاده خدامه نفس الطريقه. خاصني هنا نوضع 7 الغرزات كما قلت لكم
فهنا عندنا الغرزة السابعة هي هذه، نضربه مباشرة هنا في الثوب، ونرجع نعمر هذه الغرزة الأولى، نعمرها الغرزة الأولى كنخدموها، كنخلي هذه وكنرجع لهنا لهذه. الى لاحظتوا هاد العوينات هادو مرات نفتحوهم من هاد الاتجاه، من الاعلى مره من الاسفل، تيعطيونا هنا بحال هاد الشكل هذا، بحال هنا متفاوتين واحد شوي، ولكن المهم هو نفس العدد تنحافظوا عليه. نخلي هاد الغريزه هادي ونجي لهنا، المهم هو جوج العوينات يعطوني في الوسط، يعطوني جوج العوينات. انا رجع نعمر هنايا عادي كما قلت لكم، عمرو هنا غرزه حدا الاخرى، دائما هاد العوينه تنعمروها بجوج. فهنا نرجع نعمر هاد الفراغات باش نبدا من الاسفل. هنا كما قلت لكم هبطت بالخدمه، غنرجع هنا نعمر هاد الغرزه الاولى. دائما هاد الغرزه الاولى تنخدموها، تنخليو وحده وتنجيو اللي حداها، ونخدمو جوج الغرزات عندي هنايا في الوسط، لان انا استعملت سبعة الغرزات، فممكن تستعملوا اي عدد بغيتو، يعني ماشي بالضروره تستعملوا سبعة. اللي مهم هو ان العدد يكون فردي، ما يكونش عدد زوجي، فتخليو هاد الغريزه هذه وتجيو لهاد الراس، الغرزه اللي حداها هنا في الراس. فهنا نعمرو نفس الطريقه، انا غادي نستمر هنايا في الخدمه باش نطلع الخدمه شويه، وغنوريكم الطريقه ديال التزيين ديال هذا العمل هذا.